والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. الطريقة اللي راح نحكي فيها إن شاء الله بإذن الله هي الطريقة تو بريسيشن. الطريقة ديت يا جماعة من اسماء من 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 وظيفتها بيقولوا إنها فورمات النمبر إنتو أسبيسيفايد لينث، بتتحكم في ظهور الطول المعين اللي أنت بتكتبه في البارامتر بتاع. حتى هما في مكتبات ام دي ان بيقولوا ان ليها بارامتر واحد بس، او هي ليها مجموعه من البارامترز، او ليها اكسبريشنز، يعني ليها اكسبريشنز بس اللي يهمنا فيها موضوع البارامتر ده اوبشنال انت عايز تكتبه او لا. ان انت جار سبيسيفاينج ذا نمبر اوف سيجنيفيكانت ديجيتس، الحاجات اللي انت عايزها تظهر بالظبط. طيب لو انا كان معايا مثلا اوبشن، يعني لو انا شلت البارامتر ده فهكتب له انا ادي رقم 5 وكسر. انا مستخدم طريقه بس مش مستخدم بارامتر، فبالتالي الرقم كله ظاهر. لو انا استخدمت بارامتر واحد فاللي هيظهر لي رقم 5، تمام. لو انا استخدمت بارامتر 2 فهيظهر لي 5 و1، تمام. طب خليني هنا يعني عدد الديجيتس اللي ظهروا اهو يا جماعه، 5 وال1 كده 2 اللي ظهروا، تمام. لو انا قلت له مثلا 4 كده هيظهر لي 4 ارقام، 5 و1 و2 و3 و4، تمام. لو انا قلت له يا جماعه مثلا 5 هروح يظهر لي 5، ادي 1 1 كده 2 3 4 5 لغايه الاربعه. طب هي الاربعه بقت 5 ليه؟ لان هو عمل راوندنج برضو، بص لقي ان في 5 فراح مسكن لك، قال لك انا اضيفها على 5 ديت وتظهر معايا عادي. طيب لو انا قلت مثلا 7 هتلاقي سكن لك الرقم زي ما هو الديجيتس، لان هو تقريبا الرقم كله 7 ارقام، 1 2 3 4 5 6 7، فينزل لك الرقم زي ما هو. لو جبت رينج اعلى شويه مثلا حبيت تقول له والله ده 8، فهتلاقي من عنده يسكن لك اصفار وانت ماشي. ده اللي بيعمله بالظبط الطريقه تو بريسيشن، بتتحكم في ظهور الديجيتس اللي انت بتكتبها في البرامتر بتاعك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.